كم هي ساحرة مدينة العلم والعلماء، مهد حضارة الأجيال، عاشقة للتميز كأبنائها الذين شرفوها في كل المحافل. عبد الملك زلاجي ابن قسنطينة الفائز دائماً في تصميم الشارات خارج الوطن بمشاركات في الخليج وأستراليا ودول أخرى، وداخل الوطن بشعار ستينية الاستقلال، وما أجمله من شعار صمم بأنابل ابن الصخر العتيق. موطني موطني الجلال والجمال. زلاجي عبد الملك شاب جزائري 35 سنة، مهندس دولة بالإلكتروتقنية، تخصص آلات كهربائية، ومصمم شارات للوجو، خبرة حاليا 10 سنوات، ومصمم شارات ذكرى ستون صخر الجزائر. ابن مدينة قسنطينة، عائل زلاجي أحد عائلات هذه المدينة الطيبة، مدينة جسور العريقة، مدينة سيربا، مدينة صخر العتيق. فخور جدا بالتواجد هنا، رفقة شروق وقناة كل جزائرية. في كل حياتي عانت لي هذه شوارع المدينة، وأنا ربما تربيت هنا في شوارعها وأنا صغير. أكيد أنا كمصمم أثر في هذه المدينة، وكل جزائري ربما يسمع عنها، إنها الكثير، لكن إنك تعيش فيها ربما تنتقل بين شوارعها، أكيد راح يمثل هذا الشيء شيء فخر جدا. أمتلك حاليا 10 سنوات خبرة صراحة في تصميم شعارات، صممت الجنسيات كثيرة، صممت الأستراليين، سعوديين، حتى لأمريكيين، صممت في مجالات عديدة، لشركات مالية، لمطاعم، لأيضا مستشفيات. كل هذه الشعارات صراحة الشعارات للوجو فخور جدا، لكن صراحة رمزية هذه المناسبة أن نكون زلاجي عبد الملك ابن مدينة قسنطينة مصمم شارة لوجو الذكرى ستينية لاستقلال الجزائر، أكيد راح يعني للكثير، راح تكون أسمى وفاخرة جدا على كل الشارات السابقة اللي صممتها. شعار ستينية الاستقلال بكل ما يحمله من رموز له رسائل وطنية نابعة من فكرة الدائرة بصفتها رمز للحمة، وستون نجمة رمز لعمر الاستقلال، وما الرسومات بالشعار بشقيه الأيمن والأيسر إلا ترجمة حرفية للأخير، تاريخ مجيد وعهد جديد. يقول لنا عبد الملك زلاجي: صراحة في بيت كل جزائري كأن ذيك الروح الوطنية، روح الانتماء لهذا الوطن العزيز، حتى لون علمنا الوطني فيه الأبيض والأحمر، كلون دماء كريات حمراء كريات بيضاء. العلم الوطني مصمم بطريقة صراحة جميلة وجميلة جدا وراقية جدا. هذا الشيء ألهمني أكيد، أنه ولو كنا صغار روحوا دائما جنب تصميم الهلال، تصميم النجمة. شاركت في المسابقة، أول شيء كانت لنا فرصة، بقينا في ثلاثة في آخر المطاف، مصمم من المسيلة، آخر من تيارت أعتقد، وأنا من ابن هذه المدينة الطيبة. الشارة لو كان يلاحظها المشاهد الكريم هي شكلها العام شكل دائري، ورمزية الدائرة صراحة كأشكال هندسية، لأنه الأشكال الهندسية عموما في الشعارات عندها رمزية وخصوصية مميزة جدا. الدائرة كما عرفناها ونحن صغار هي شكل هندسي الذي هو مجموعة من نقاط المتصلة الغير منفصلة التي ليس لها بداية ولا نهاية. هذا المفهوم العام للدائرة صراحة أعطانا رمزية خصوصا للدولة الجزائرية كمفهوم عام وهيكلة إدارية في الجانب هذا، وأيضا في جانب اللحمة الوطنية، لأن الدائرة مجموعة النقاط الملتحمة إن صح التعبير، مجموعة النقاط المتصلة ببعضها البعض. اللوجو فيه 60 نجمة، كل نجمة مثلت سنة من سنوات الاستقلال الوطني، سنة من استرجاع السيادة الوطنية. كانت صراحة أعدد أو بالأحرى المسافة بين النجمات متساوية جدا بشكل جمالي وشكل هندسي، كل رأس من رؤوس النجمة كلها تتجه إلى المركز، وبالتالي فيها دلالة جمالية أنه يكون إن شاء الله الشعار من حيث الجانب الجمالي يعطينا له حقه. فالشعار صراحة هو ترجمة حرفية للشعار اللغوي، تاريخ مجيد وعهد جديد. وبالتالي الشق الأيمن لو يلاحظ المشاهد الكريم، الشق الأيمن مثلت به التاريخ المجيد، فيه ثلاث صفحات من كتيب الذاكرة الوطنية أو سجل الذاكرة الوطنية للدولة الجزائرية، مثلتها بلون، الصفحة الأولى بلون أحمر صراحة رمزت أولا لون من ألوان العلم الوطني وأيضا لجرائم الاستدمار الفرنسي من جهة، أيضا الصفحة الأخيرة من سجل الذاكرة الوطنية أو بالأحرى هي الصفحة المفتوحة، كأني وأنا شاب جزائري أكرم صراحة، إنه اللون الذهبي هو لون تكريمات وتشريفات، وبالتالي كأني أكرم كل الرجال المخلصين في سبيل هذا الوطن. وأيضا كبعد شاب أني أقول وأنا شاب جزائري من جيل الاستقلال
أتطلع إن شاء الله إلى رؤية عصرية، إلى عصر ذهبي للدولة الجزائرية إن شاء الله. الشق الأيسر أيضا من الشعار هو ترجمة حرفية للشعار اللغوي عهد جديد، وأنا شاب تقني تخصص إلكتروتقنية، رأيت صراحة أن تكون الفكرة لهذا الشعار أو الشارة خاصة جدا، أنه يكون صراحة رمز تقنية سيلاسور في التكنولوجي، كأني أقول مسار الإلكترونات في لوحات الأم لكل الأجهزة التقنية. هذه صراحة الخصوصية كانت خاصة في هذا الشعار. نتفقنا في الشق الأيمن لشعار مجاهد أو رمزية مجاهد وجندي الجيش الوطني الشعبي كسليل لجيش التحرير الوطني، وأيضا في الشق الأيسر عتاد حربي لجيشنا الشعبي الوطني الضامن والحامي لحدود هذا الوطن الحبيب ووحدته الترابية كما هو موجود في دستور هذه الدولة العزيزة. إن شاء الله الشاب الجزائري يتأثر، كل شاب في مجاله إن شاء الله مسؤوليه كلهم يوفروا له كل ظروف التأطير إن شاء الله التكوين لما لا، ويثبت في جميع المجالات أن الشاب الجزائري فخور جدا للانتماء لهذا الوطن، وأنه مستعد دوما في خدمة هذا الوطن إن شاء الله. هذه هي رسالتي إن شاء الله. هو عبد الملك زلاقي شاب من عاصمة الشرق الجزائرية قسنطينة، ألهمته جسورها وحبالها لإضفاء لمسة إبداعية فنية جمالية على شعارات وطنية على غرار شعار وتصميم لوغو الستينية الاستقلال تزامنا والخامس جويلية 2022. ينبغي فقط أن نأخذ بأيادي هؤلاء الوطنيين من شباب الجزائر.